وتم اعداد عريضه في الموضوع لايداعها لدى المجلس الجامعي. اذا يعني بعجاله هذه مجموع يعني الاوراش اللي تم تنظيم انجازها ضمن هذا البرنامج هذا. كذلك خلص يعني هذا البرنامج من خلال مختلف هذه الورشات العديد من التوصيات اللي رافعين توفير الشروط الضروريه لمساعده الشباب على احياء مجلس الشباب من دون اي تدخل للمنتخبين. ومكانه في خريطه الفاعلين بالمدينه. دعم جمعيات ومنظمات الشباب لتقويه انخراطهم واهتمامهم بقضايا الشان المحلي. اذا كذلك العديد من التوصيات اللي هي مثلا اعاده ترميم واصلاح ملاعب الكره ومضاعفتها داخل المدينه مع وضع نظام عدم تعرضها للتخريب. اذا هذه واحد من العديد من التوصيات اللي صادره واللي هي كلها يعني مضمنه في هذا الكتيب اللي تم اعداده في اطار هذا البرنامج. إضافة اللي تم إعداد واحد شريط فيديو بودكاست حول اللحظات القوية اللي عرفها البرنامج يعني طيلة هذا المسار. إذا كما قلنا هادو برجالة يعني الخطوط العريضة والمحاور الأساسية اللي تم يعني تنظيمها ضمن هذا المشروع ضمن الملف الإعلامي اللي هو بين يديكم. يعني غتلقاو التفصيل فيما يتعلق مختلف هذه النتائج والبرامج اللي تم انجازها. وتحيه مره اخرى.